ننشر مفاجأة، قرار سيعيد مصر 100 سنة قبل الاستنزاف، بننشره لحضراتكم. وتطورات الحرب في إثيوبيا، قوات أمهرة تنضم للجيش في قتال جبهة تحرير تيجراي، بننشر أيضا لحضراتكم التفاصيل. وعاجل الكشف عن عدد مدمني المخدرات في مصر، ننشر لكم تفاصيل الخبر أيضا في الفيديو. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل ل1000 أعجبني على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر وطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا، وننشر مفاجأة، قرار سيعيد مصر 100 سنة قبل الاستنزاف. قال رئيس مركز تغير المناخ الزراعي في مصر محمد فهيم إن الري الحديث سيعيد أرض مصر الزراعية التاريخية 100 سنة قبل الاستنزاف. أوضح إن التوقيع على بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة المالية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتنمية القطاع الزراعي، حيث تفتح ملفات كانت بعيدة عن التفكير، إذ أنها فكرت في تحديث الري بأراضي زراعية قديمة عانت من مشكلات الري بالغمر. وأضاف فهيم خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباح الخير يا مصر مذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية أن أي مزارع يتمنى أن تكون لديه منظومة ري حديث توفر عليه عمالة وأسمدة ومبيدات ووقت وترفع الإنتاجية، لكن تكاليف شبكة الري وتعلم الري الحديث لم يكن يقدر عليها المزارع المصري. وتابع رئيس مركز تغير المناخ الزراعي أن هذا البروتوكول عبارة عن قرض دون فوائد على 10 سنوات، وسيتكلف الفدان ما يتراوح بين 15,000 ل 20,000 جنيه، لكن المزارع سيدفع فقط أصل القرض وستتحمل الدولة فوائده، وبالتالي فإن التكلفة على الفلاح لن تتجاوز 2000 جنيه في الشهر. وأشار إلى أن الدولة لن تكتفي بدفع فوائد القرض، لكنها ستوفر التدريب الفني وتصميم الشبكات الخاصة بقطع الأرض، وسيكون هناك أكثر من 6 ملايين حيازة على مساحة صغيرة. المصدر معانا كان من الأهرام. طبعا احنا لو كلمنا عن شبكة الري الحديث أو نظام الري الحديث في مصر، يعني هيوفر مجهود مثلا المزارع المصري في الزراعة أو متابعة يعني ري المحاصيل الزراعية. الأمر يعني مفيد جدا، ولما الدولة تساهم في هذا الأمر إنها تقدم قروض لشراء هذه المنظومة وتستحمل الدولة هي الفوائد من هذا القرض، فده شيء مهم جدا وجميل. وإن شاء الله الزراعة في مصر وكل حاجة في مصر هتكون في حتة أفضل بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وتطورات الحرب في إثيوبيا، قوات أمهرة تنضم للجيش في قتال جبهة تحرير تيجراي. كشف مسؤول بحكومة أمهرة الإثيوبي النقاب عن قوات الإقليم مع الجيش الإثيوبي يقاتلون عناصر جبهة تحرير تيجراي على 3 جبهات. وقال وزير الاتصالات في إقليم أمهرة جيزاتشو مولونا إن مسلحي جبهة تحرير تيجراي الذين دخلوا بلدة لالابيلا المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي يتعرضون حاليا لضربات قوية، ويعتبر هذا أول اعتراف من حكومة إقليم أمهرة بدخول مسلحي جبهة تحرير تيجراي بلدة لاليبيلا، وتأخذ البلدة أهميتها من وجود الكنائس المحفورة التي تعود للقرن 13، وهي من أكبر المعابد المتجانسة في العالم المصنوعة من قطعة واحدة من الصخر ومدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ عام 78. وفي وقت سابق اتهم مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي جبهة تحرير تيجراي المصنفة إرهابيا بالنسبة للحكومة الإثيوبية بلعب دور الضحية المضطهدة باستغلال القيم والمبادئ الدولية. وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في سلسلة تغريدات على تويتر
إن جبهة تحرير تيجراي ما زالت تظهر نفسها على أنها المدافعة عن شعب تيجري من خلال لاعب المنتصر الذي لا يقهر بتضليل شعبها والضحية المضطهدة باستغلال المشاعر والقيم والمبادئ الدولية لكسب التعاطف الدولي. وأضاف إن جبهة تحرير تيجراي اختطفت أعضاء من إدارة تيجري المؤقتة التي عينتها الحكومة الفيدرالية ونهبت ممتلكاتها وتستمر في ترويع الناس في منطقة بإقليم أمهرة وعفار المجاورين. في 28 يونيو الماضي أعلنت الحكومة الإثيوبية موافقتها على وقف إطلاق النار في إقليم تيجري من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. طبعا زي ما حضراتكم عارفين إقليم الأمهرة يساند قوات الحكومة الإثيوبية قوات الفيدرالية ضد جبهة تحرير تيجري. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وعاجلة كشف عن عدد مدمني المخدرات في مصر، والسلطات المصرية أعلنت أن 73 ألف مدمن على المخدرات تم علاجهم خلال السبع شهور الأولى من العام الحالي، و318 مريض ترددوا على المراكز العلاجية. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قالت رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر إن في 73 ألف مدمن تم علاجهم، وإن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق 16023 خلال السبع أشهر الأولى من هذا العام 2021 بلغ 73,318 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا ب17 محافظة حتى الآن. وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة منها 2403 حالات من المناطق الجديدة بديلة العشوائيات الأسمرات والمحروسة ورودة السيدة وبشاير الخير وحي الضواحي بورسعيد نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة. وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.3%، بينما بلغت نسبة الإناث 5.6%. وأضافت القباك في تصريحات صحفية أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 33.1%، تليها محافظة الجيزة بنسبة 12.6%. يرجع ذلك إلى ارتفاع تعداد السكان وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة للتعرف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي التلفزيون بسبب الحملات الإعلامية، يليه الإنترنت، وذلك من خلال المجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء. مصدر معنا كان من أرتي، شيء يفرح جدا لما يعني نعرف أن هذا العدد ضخم 73 ألف مدمن في سبع أشهر فقط من هذا العام، يعني رقم كبير جدا. واللي عجبني من هذا الأمر أن في 2403 حالة من المناطق الجديدة اللي هي بديلة العشوائيات، يعني اللي هي الرئيس السيسي قام يعني بإنقاذ هؤلاء الناس المواطنين من المناطق العشوائية، يعني اللي أكيد كانت يعني عبارة عن دوالب مخدرات ويعني قصص يعني سيئة جدا. هذه المناطق العشوائية بيبقى فيها يعني تقريبا كل الجرائم، فيعني الرئيس السيسي لما أنقذ هؤلاء المواطنين وهم يستحقوا هذا الإنقاذ من الرئيس السيسي، يعني الحمد لله لقينا إن في حالات خلاص عاوزة تبدل حياتها بقى، تخلي حياتها أفضل بكتير، إنها اتقلت مكان كويس، إنها يعني بقت في مكان أفضل، يعني تقريبا لقيت شغل يبقى كويس مناسب، فعاوزة تتخلص من هذا المرض، لأن يعني مرض الإدمان ده شيء يعني ربنا رب ما يكتبه علينا ولا على حد من حبايبنا إن شاء الله، وإن شاء الله ربنا يتمم شفائهم. ولو تعرف حد يعني مدمن على هذا شيء سيء
اتمنى ان حضرتك يعني تحاول تنصحه انه يبطل او يكلم الخط الساخن لصندوق مكافحة الادمان 16023. ان شاء الله الموضوع في سرية تامة، يعني الموضوع مش هيبلغه عنه او الكلام ده، لا مفيش الكلام ده، الموضوع اصلا عشان يعني يصلح حياة الشخص، فهم هيساعدوه انهم يعني يطلعوه من هذه الدوامة بإذن الله. جينا مع بعض نهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيفة على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.